السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله. في هذا الفيديو أخواتي سنتعرف على 10 أطعمة تزيد من نمو وتطور الجنين، وأيضا سنتحدث عن 10 أطعمة تمنع من نموه ويجب عليك تجنبها لحماية جنينك. فإذا أحببت أختي الكريمة قناتنا ويعجبك ما نقدمه فيها من مواضيع متواضعة، فلا تحرمينا من الاشتراك فيها والإعجاب بفيديوهاتنا فضلا وليس أمرا. من بين الأطعمة التي تساعد على نمو الجنين، أولا البنجر أو ما يعرف أيضا بالشمندر. يحتوي البنجر على كميات كبيرة من الحديد وحمض الفوليك، كما أنه يحتوي على فيتامين جي الذي يعمل على امتصاص الحديد، ولذلك فإنه يساهم في رفع معدل الهيموغلوبين وعلاج فقر الدم. ثانيا الحبوب. تحتوي الحبوب على الكربوهيدرات وهي المواد الأساسية التي تنتج لك الطاقة، وتحتوي أيضا على الألياف والحديد والفيتامين بي والكثير من المعادن الأخرى. كذلك فإن خبز الحبوب يزود جسمك بحمض الفوليك ويساعدك على تكوين الخلايا. ثالثا اللحوم. اللحوم الحمراء من بين الأطعمة الموصى بها أثناء الحمل لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتينات والحديد، إضافة إلى الفيتامين بي المهم لنمو عظام جنينك. رابعا الدواجن. يحتوي الدجاج على الكثير من الفوائد للمرأة الحامل باعتباره غنيا بالبروتين، وكذلك فإن صدور الدجاج لا تحتوي على الدهون المشبعة بشكل كبير، وهي مفيدة لنمو الطفل بصحة جيدة. وفيما يخص كبد الدجاج فإنه يحتوي على العديد من الفوائد للحامل، إذ أنه غني بحمض الفوليك والذي يحمي الجنين من الإصابة بأي تشوهات خلقية. يعمل أيضا كبد الدجاج على علاج فقر الدم والأنيميا، وأيضا على تقوية العظام والأسنان لدى الطفل. خامسا سمك السلمون. يعتبر السلمون واحدا من أفضل مصادر الأحماض الدهنية أوميغا 3 والبروتين، كذلك أوميغا 3 الدهنية والمفيدة جدا للجنين باعتبارها تساعد على تنمية المخ وتكوين العينين، إضافة إلى الكمية المهمة من البروتين التي يزود بها جسم الأم. والأمر المهم جدا هو أنه يحتوي على كمية منخفضة جدا من الزئبق. سادسا الزبادي. الزبادي هو عنصر مهم أثناء الحمل، كونه يحتوي على الكالسيوم والبروتين وفيتامين بي والزنك مع مواد مغذية أخرى لبناء العظام. فالاحتياجات اليومية للمرأة الحامل من الكالسيوم هي 1000 ميليغرام، ويمكنك أيضا شرب اللبن، واللذان يساهمان في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما أن وجود نسبة عالية من الكالسيوم في الجسم يقلل من فرص الولادة المبكرة. سابعا عصير البرتقال. فك
كما نعلم أن عصير البرتقال يحتوي على كميات مناسبة من فيتامين سي والبوتاسيوم والفولات وحمض الفوليك، والتي هي معادن هامة أثناء الحمل، كما أن هذه العناصر تقلل من فرص إصابة الطفل بعيوب خلقية مع الحفاظ على وظائفك الصحية. ثامناً، الخضر الورقية. يعد تناول هذا النوع من الخضر أمراً مهماً أثناء الحمل، وتتمثل في السبانخ واللفت والبروكلي والهيليون. هذه الخضر كلها تحتوي على عناصر غذائية أساسية ومضادات الأكسدة، مع كمية مهمة من البوتاسيوم وفيتامين أ والفولات والألياف. تاسعاً، البيض. البيض من بين الأغذية الغنية بالفيتامين أ ودي، والتي تعد مهمة لنمو الجنين، إضافة إلى العناصر الأخرى التي يحتوي عليها البيض كحمض الفوليك والحديد، وهذه العناصر تعمل بدورها على تقوية الأغشية الأمينوسية ومنع العيوب الخلقية وانخفاض الوزن لدى الجنين. عاشراً، العدس والفاصوليا. العدس والفاصوليا من بين الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين، وكذلك نسبة من الألياف والفولات والكالسيوم، لذا من الواجب إدخال العدس والفاصوليا في نظامك الغذائي. بعد أن تعرفنا على الأطعمة أو الأغذية التي تساعد على نمو وتطور الجنين، سنتعرف الآن على أطعمة تمنع من نمو الجنين وعليك بتجنبها لحمايته. صحيح أن هناك أطعمة تنقص من وزن الجنين داخل بطن أمه، إذ أن تناول هذه الأطعمة لا يكسب طفلك الوزن المناسب، بل على العكس قد تضر بصحته، ولذلك ينصح بتجنب هذه الأطعمة خلال أشهر الحمل التسعة. من بين الأطعمة التي تنقص من وزن الجنين ولا تزيد من نموه، أولاً الأغذية المعلبة. الأغذية المعلبة تضاف إليها مكسبات طعم وألوان ونكهات صناعية، والتي تحتوي على مواد كيميائية مصنعة، والتي بدورها تحتوي على مواد مضرة لكل الأشخاص عامة والمرأة الحاملة على وجه الخصوص، حيث أن ما تأكله الحامل يصل إلى الجنين عبر المشيمة. ثانياً، المشروبات الغازية. تحتوي المشروبات الغازية على مواد مصنعة، والتي لها تأثير على نمو الجهاز العصبي لطفلك. ثالثاً، الأطعمة المشبعة بالدهون. تصنف الأطعمة المشبعة بالدهون ضمن الوجبات الجاهزة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي تزيد من وزنك خلال الحمل، كما أن لها تأثير سلبي على الجنين، ولذلك ينصح بتجنب هذا النوع من الأطعمة. رابعاً، المشروبات المحتوية على الكافيين. يوجد الكافيين في القهوة والشاي والصودا، وحتى في بعض الأدوية المخففة للصداع، ولا ينبغي على المرأة الحامل تناول عنصر الكافيين لما له من تأثيرات سلبية على الجنين من خلال مروره عبر المشيمة، ويمكن أيضاً أن يسبب تغييراً في نمط نوم الجنين أو في الحركة الطبيعية. خامساً، اللحوم المصنعة. اللحوم المصنعة من بين الأطعمة الممنوعة على الحامل مثل اللانشون والبرجر وغيرها،
وهي لحوم غير ناضجة وقد تحتوي على الكثير من الجراثيم والتي من شأنها أن تضر بصحة كل من الأم والطفل. سادساً، البيض النيء. البيض النيء من بين الأطعمة المضرة أيضاً لما يحتوي عليه من أنواع البكتيريا مثل السالمونيلا، ونجد البيض النيء في أنواع من الكعك والكوكيز وأيضاً في المايونيز. سابعاً، الأناناس. تناول فاكهة الأناناس أثناء الحمل يمكن أن يسبب في ترقق عنق الرحم، والذي قد يتسبب في الولادة المبكرة أو الإجهاض. ثامناً، الأعشاب الطبيعية. الأعشاب مثل القرفة والنعناع والحلبة من بين منشطات الرحم والتي قد تسبب الإجهاض، ولذا ينصح بتجنبها وخاصة في الشهور الأولى من الحمل. تاسعاً، الإفراط في تناول الملح. يعد تناول الملح بإفراط من بين الأسباب الرئيسية لتسمم الحمل، ولذا يجب تناول الملح بكميات معقولة والابتعاد تماماً عن الأطعمة المالحة وعلى رأسها المخلل. عاشراً، الأسماك عالية الزئبق. من بين الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق والتي يجب تجنبها أثناء الحمل وهي سمكة أبو سيف وسمكة الماكريل، حيث أن الزئبق يؤثر على نمو الجهاز العصبي للطفل بشكل كبير. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.